المساء قرار في مطبخ الجبلاية تأجيل قمة الأهلي والزمالك للأسبوع الأخير. المساء الأهلي يستعد لبتروجيت بدون مباريات ودية. الأهرام المسائي صفقات جوزي خلال أسبوع. الأهرام عرض رسمي من الأهلي لضم حسين حمدي. روز اليوسف نادي سعودي يزاحم الأهلي على ضم حسين حمدي. الجمهورية الوداد يمنع جوزي من السفر والفريق في راحة قصيرة. الوفد مدرب المولودية الأهلي يتخبط والترجي أفضل منه. الأخبار الأهلي يبحث اليوم عروض رعاية فريق الكرة. المصري اليوم الأهلي يطلب استثناء حسني وعبد الفضيل من المشاركة في دورة البرازيل. ده بالنسبة للأخبار اللي موجودة معنا. المهندس محرم الراغب ليه تصريح النهاردة عجبني قوي، بيقول إن أنا عايز 60,000 مشجع أهلاوي في المباريات السبع المتبقية للأهلي في الدوري العام. والله يعني أستاذ محرم أنا شايف إن 60,000 قليل، يعني المفروض يبقى فيه 80-90,000. المباريات اللي جاية دي وميزتها إن الأهلي خلاص ما عندوش ماتشات بره. الأهلي خلص مباراة حرس الحدود الأخيرة كانت ليه خارج القاهرة. المباريات القادمة كلها بتروجيت، إمبي، إسماعيلي، زمالك، كل القادم طبعا هيكون هنا. فأعتقد إن مطلوب بقى من الجماهير إنها تبقى متواجدة بقوة في الملاعب اللي هتقام عليها المباريات، لأن بالفعل وقت الجمهور بقى جه، وقت الوقفة اللي بجد. طبعا الجمهور ما شاء الله عليه واقف مع الفرقة من سنين، مش قصدي دلوقتي بس، من سنين. لكن احنا اعتقد ان النادي الاهلي او لعيبة النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي محتاج الجمهور بقوة في الفترة الجاية. نتمنى انه يحصل ان شاء الله ويبقى فيه كثافة جماهيرية كبيرة جدا، وده متوقع ان شاء الله من جمهور النادي الاهلي.